والله الحمد لله، يعني بطولة مهمة جدا، ونادي نهضة بركان قدم أداء كويس جدا يعني، فجينا بأدائه بس الحمد لله. يعني البطولة ما كانش ينفع تخرج من نادي الزمالك يعني، الحمد لله. والله شدة ملعب يعني، احنا والمغاربة اخوات يعني، وبنمد لهم لكل حب يعني، لكن طبعا نرفزت الملعب في الاخر، وهي دي هي دي كرة القدم يعني. قول مبروك لجمهور الزمالك، واتمنى لهم ان شاء الله دايما فرحة، واتمنى ان احنا دايما نسعدهم ان شاء الله دايما على طول. النهارده ربنا كرمنا ببطولة كبيرة، ان شاء الله ربنا يكرمنا في الدوري ان شاء الله، تبقى ثالث بطولة السنة دي، وان شاء الله ربنا يفرح الجمهور دايما.